توقعاتك ايه الماتش الاهلي والزمالك النهارده، وشايف ايه الاحتمالات اللي ممكن تحصل بعد ما الزمالك هدد بالانسحاب؟ الاحتمالات اللي هم هيلعبوا الدوري عادي والاهلي هيكسب النزل ان شاء الله، ما فيش اي مشاكل هتحصل والماتش هيتلعب في ميعاده، وتوقعاتي ان شاء الله 1-0 للاهلي باذن الله. المشكله في ان يحصل اي مشاكل في الملعب بين اللعيبه، يعني هم موضوع كبير قوي زياده عن اللزوم، وحصل مخالفات كتير من اللعيبه، فربنا يستر وان شاء الله الاهلي يكسب. لو الزمالك قرر يلعب مباراه الاهلي ان شاء الله يكسب، ويكسب نتيجه كويسه ان شاء الله 2-0 اقل حاجه، مش نرد الاعتبار يعني. اتوقع النهارده ان هيكون ماتش يعني مذبحه، مش هيبقى ماتش النهارده، الواحد طبعا بيتمنى غير كده، بس طبعا على اللي حصل الماتش اللي فات في لعيبه كتيره جدا نازله عندها مشاحنات يعني غضب. لا لا، الزمالك هيلعب مش هيلعب، هيلعب النهارده، عرفنا القرار ده امبارح الساعه 2 كده انه هيلعب، وان شاء الله الفوز هيكون من حليف الاهلي ان شاء الله. النهارده هيبقى في ماتش ما حصلش في الكون قبل كده، لان الزمالك طبعا قام والاهلي قام يعني بصي حاجه النهارده، انا بيتهيألي النهارده هيبقى في كوره في مصر بجد. الاهلي هيكسب ان شاء الله، الاهلي عشان زيك بقول ان في ناس كتير مش تلعب عنده، الاهلي طبعا لازم يعوض بس كده. طب شايف الزمالك بعد ما هدد بالانسحاب لو ما لعبش الماتش النهارده ايه اللي ممكن يحصل؟ العقوبات هتزيد عليه من اتحاد الكوره طبعا، وده هيعمل مشاكل بعدين، يعني هيعمل مشاكل مع اتحاد الكوره. عقوبات الاتحاد المصري المفروض يقرر، هم قالوا امبارح كانوا بيتكلموا ان في عقوبات تنزل 6 نقط غير 3 نقط بتاع المباراه، وينزل درجه ثانيه او كده يعني.